يحب فادي حاسوبه كثيراً ويستمتع حين يستخدمه. يخزن فيه جميع ملفاته ومستنداته الهامة الخاصة بعمله. ذات يوم كان لديه عمل كثير لينجزه. مرت ساعة تلو الأخرى وأحس فادي بالتعب الشديد، مما جعله يغضب كثيرا لتأخره عن إنجاز العمل في وقت قصير. غير قصد ضرب الحاسوب ضربة قوية وسقط أرضا. اقترحي حلولا إبداعية حتى لا يتعرض فادي لحوادث مؤلمة كهذه مستقبلا.